هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده في جلو. جلو عندهم حاجات كتيره قوي. انا كنت جيت هنا قبل كده اشتريت حاجات وجيت في الافتتاح بتاعهم برضو، بس ما كنتش خدت بالي من كذا حاجه لاني جيت بسرعه، مشيت بسرعه. عايزه اقول لكم ان هم النهارده قالوا لي ان عندهم سعر حلو قوي، فقلت اقول لكم. هم عاملين على كل البارفانات من اول 25% لحد 40%. كل فيرزاتش عليهم سيل. الناس اللي بتحب فيرزاتش عندهم سيل 35%. ايفوريا انا اتفاجئت بسعرها بصراحه، يعني ايفوريا في اي مكان في اي مول هتشتري منه ب 2000، هي هنا عندهم ب 990. ده يعني سعر تحفه. عندهم ايه كمان؟ عندهم كل البارفانات اللي انتم ممكن تتخيلوا انكم هتلاقوها في اي مكان. في ستاند بتاع لوردنبري، انا بحب حاجات لوردنبري قوي بصراحه، والروجات بتاعتهم تحفه. عندهم بقى حاجات بنات بقى زي ما انتم شايفين، قصافات وملاقيط ومقصات ومبارد وكل حاجه، كل حاجه يعني تخص العنايه بالشعر والبشره. هوري لكم كل حاجه برده بالتفصيل. دي بارفانات برده، دي بقى تساتر البارفانات الاصليه. يعني ايه؟ لو انت مش عارفه هقول لك. ده بارفان اصلي جد، يعني بصي ده شانيل اهو، هي لنفس الازازه بالظبط، بس الفرق ان العلبه دي يعني مثلا العلبه مش بعلبتها، في العلبه البيضة دي. فانت ممكن لو عايزه يبقى عندك برفان مميز ليكي بقى تستخدميه وكده، ممكن تجيبيها بتبقى مثلا بنص سعر البرفان الحقيقي. يعني لو هتجيبي مثلا سي يعني ب 2000، هتلاقي دي في التستر ب 1000. هي بس فرق العلبه مش اكتر يعني. ودي حاجه حلوه مش موجوده في اغلب المحلات، هتلاقيها هنا في جلو. تعالوا اوريكم حاجات كمان. ده بقى السكشن اللي فيه سكين كير والعنايه بالشعر والجسم وكده. دي صبغات لوريال، صبغات لوريال عليها خصم 10% عن الصيدليات. الميزه بقى هنا ايه في جلو؟ الميزه في جلو انك انت هتلاقي كل الالوان. يعني لو واحده صاحبتك صبغه شعرها بدرجه لون معينه تقول لك عليها، هتيجي تلاقي الدرجه هنا. صبغات جارنيه برده كلها موجوده بكل الوانها. عندهم كمان لابيلو، انا بحب لابيلو قوي بصراحه، يعني انا بحبها وبستخدمها بالوانها. وفي منها اللي هي بالكريز دي مش بتبقى موجوده عاده. وفي منها كمان بقى اختراع جديد في جلو، بس الاختراع ده ايه بقى؟ الاختراع ده مستورد، مش في مصر، مش هتلاقيه في مصر، بس هتلاقيه في جلو. ترطيب ذو جوده عاليه هيعجبك قوي. لو انت بقى عايزه تدلعي البيبي بتاعك، ففي شامبوهات اهي بتاعت لوريال مستورده، مش هتلاقيها في مصر برده، ومش هتلاقيها في الصيدليات، هتلاقيها في جلو. ده جونسون المستورد برده. ايه تاني؟ فازلين عليه 20%، صح كده؟ 20%. ماشي. ايه تاني هقول لكم عليه؟ بصوا بقى، دي اختراع، دي بتتلزق، انا جربتها بتتلزق وبتشيليها هوبا اهي، بتلاقي كل البثور خرجت فيها، هي تحفه. وفي منها في بتشيل الاخضر وبالفحم وبالصبار، عليها سيل 20% برده. دي ماسكات لوريال كلهم حلوين، بس انا جربت اللي بالفحم حلو قوي، جميل. ده ماسك الطين، ارجان اويل، دول مستوردين للبشره ودول للجسم، ده للجسم مستورده ماشي. وده سيرم للبشره حلو قوي، بينقي البشره وبيغذيها. كمان كل منتجات ارجان اويل عليها 25% سيل. ودي منتجات ارجان اويل للشعر. ارجان اويل بقى انا اتفاجئت ان هو موجود في جلو بصراحه، يعني انا كنت بستخدمه، كان حد جايبه لي من بره وخلص بقى، ما عرفتش الاقيه تاني، دورت كتير كتير كتير، بس يعني انا اتفاجئت ان انا لقيته موجود. لو خدتي المجموعه كامله الشامبو والكونديشنر والماسك، هتاخديهم عليهم خصم الثلاثه مع بعض 25%. عندهم كمان منتجات شيب، عايزه اقول لكم ان كلها مستورده بجد تحفه. منتجات شي طبعا معروفه، مش محتاجه. تشي ارجان اويل، بالارجان اويل عليهم برده خصم 20%. منتجات جي كي يعني تحفه بجد، كل المنتجات دي موجوده مستورده، مش كلها مستورده. ايه كمان كنت لوريال. بصوا بقى، احنا الازاز دي بنشوفها في الصالونات الكبيره، لما ربنا كده يكرمك وتروحي صالون كبير تعملي فيه شعرك، بتلاقيهم حاطين الازاز دي وبتستغربي ان هي ازاي في لوريال مش موجوده في الصيدليه. لا، هي مستورده والصالونات الكبيره بتستخدمها، تحفه تحفه بجد، يعني جربوها. لوريال كله مستورد مش مصري. ايه كمان كنت الشامبو ده شامبو ياباني بتاع الاخت اليابانيه مقصه.
الاخت اليابانيه ام قصه بتستخدمه بيطلع لها شعرها عشان جواه النبات ده اللي هو اسمه الجينسنج، يعني فوائده معروفه وعليه خصم 20%. ايه كمان ايه كمان ايه كمان كنت هقول لكم عليه؟ موشنز موجود مستورد عليه سيل كام في المية؟ 20%. 20 برضو في المية. اسنس شامبو والبلسم موجودين مستوردين مش مصريين، ونادرا لما تلاقي حد في مصر بيبيعهم اصلا مستوردين، يعني كل موجود في السوق مصري. انا بحب هربل بصراحة وبستخدمه، بس استخدم المصري عشان مش لاقي حد يجيب لي المستورد. هو المستورد موجود هنا وعليه خصم 20% برضو. ايه كمان بقى؟ بصوا بقى، دوف شاور مستورد مش مصري، مش هتلاقوه برضو في اي مكان بالشكل ده، يعني ما اعتقدش انكم وبالحجم ده، يعني لو لقيتوه هتلاقوه حجم صغيره، هو هنا ما شاء الله كبير. بصي بقى، لو عايزه تدلعي المحروس جوزك او خطيبك ويبقى ريحته حلوه في نظرك، يعني ده اولد سبايس. ده شاور امريكي ريحته، عايزه اقول لكم يا جماعه هتحببك فيه اكتر لو انت مش حباه، يعني ده منتج الحب. عليه سيل 20% برضو. المنتج ده ايفر بيور، ده مصري، في منه المستورد هناك، وتعالى اوريك المستورد منه اهو، وده المصري. الفرق بينهم بس في السعر، لو انت بقى بتدوري على الجوده والحلاوه فخليكي طبعا في المستورد. لو او جي اكس لو عايزه بقى ارخص فده يعني يفي بالغرض، لو عايزه بقى جوده زي ما قلت لك. كنت هوريكم ايه كمان؟ بصوا بقى، اولا بلاكس ده بقى للناس المرفه، يعني لو انت فرحك مثلا قرب وخلاص بقى، يعني متطلبه انك انت تعملي عنايه زياده عن اللزوم، او انت خلاص شعرك فيه مشكله كبيره بجد تستحق، فانت ممكن تجيبي حاجات اولا بلاكس، المعالج والشامبو والبلسم. هم سعرهم غالي، بس هم معروفين عالميا، يعني ان هم بيجيبوا نتيجه كويسه جدا، هم اصلا في موقع سيفورا كمان اغلى من هنا، وفي موقع سيفورا غاليين، بس هم هنا باسعار كويسه في كل درجاتهم، الثلاثه والخمسه والاربعه هتلاقيهم موجودين. ايه كمان كنت اقول لكم عليه؟ بصوا بقى، الشامبو ده عليه خصم 20%. الشامبو ده شامبو بلسم في نفس الوقت، حجمه كبير وسعره رخيص وحلو قوي، في بنات كتيره بتشكر فيه، انا ما جربتوش بصراحه، بس في بنات كتيره شكرت فيه وقالت ان هو كويس، فيعني ليه لا جربوه. بصوا بقى، ب 210 وعليه خصم 20%، ومش ما اعتقدش انك هتلاقيه في صيدليه او في سوبر ماركت او كده. زيرو فريز ده كان، بصوا انا كنت سامعه ريفيو ان هو مفيد للبنات المحجبه، يعني لو شعرك مرهق طول اليوم من الحجاب وكده فهو بيدي انتعاش للشعر، شفت عنه ريفيو قبل كده وعجبني وهجيبه. فاشكل ده زمان بقى كان حلم حياتي، كنت نفسي قوي اجيبه عشان شعري يبقى جميل وكده. هو في منه نوعين، نوع الايطالي والنوع اللبناني. طبعا الايطالي احلى، بس يعني انت بقى اللي انت حابه تستخدميه، لان الايطالي كمان اغلى. ايه كمان؟ الفرق مش كبير. فرق قد ايه؟ طيب الفرق بين الايطالي واللبناني 30 جنيه. ده زيت جدايل، الزيت ده عامل ضجه كبيره قوي وتحفه وحلو جدا، كل الناس اللي ضربته بتشكر فيه. بتاع عبد الصمد القرشي ده بيستخدموه البنات بقى الخلايجه والسعوديين بقى اللي شعرهم بيهفف وكده، ده هو موجود هنا اصلي، عليه سيل حلو جدا. هي المفروض ان هو 550، هم هنا في جلو عاملينه ب 440 في السيل. هو مفيد جدا. وعندك ميزه جلو بقى كمان ايه؟ ان هنا في اسعار مختلفه، يعني من الغالي للرخيص للمتوسط لكل اللي انت هتبقي حباه. في ناس كمان هنا موجودين هيساعدوكي انك تختاري، تقولي لهم بقى طبيعه شعرك وهم يساعدوكي، ناس متخصصين مش اي حد بقى وخلاص، او حد يقول لك لا وانت عندك مشكله غير اللي انت بتتكلمي فيها. يعني ده شامبو ان ليفل ده ب 45 جنيه. ده شكلها تحفه اصلا. ماشي. ايه كمان؟ هنمشي بقى من السكشن ده، اوديكوا في سكشن الميك اب. دي فرش تحفه، شكلها حلو قوي ورخيصه مش غاليه. وشعرها يعني بصوا هوريها لكم عن قرب،
البلاستيك بتاعها حلو قوي وشكلها شيك وكيوت جدا جدا جدا، وتنفع كمان لفروه الاطفال، بتبقى حساسه فممكن تستخدميها كمان. وفي فرش بقى مخصصه للبيبيهات يعني اهي. بص انا حبيت دي قوي، بص ده بدوب يعني لو ما سرحش بيها ممكن يلعب بيها عادي. ايه كمان بقى؟ سكشن الميك اب، هم عندهم كل الميك اب ادراج الصوره اللي ممكن تتخيلوه باسعار قليله للبنات بتوع الجامعه. يعني ده مانيكير لونا عليه سيل كام يا احمد؟ 15%. هو ده اللي هو ميرور؟ ده الميرور اه تقريبا صح؟ الجل اه الجل. اوكي عندهم كمان لونا ميك اب فاونديشن بقى وباودر وروجات. بصوا هتلاقوا هنا كل حاجه، يعني لونا اسنس عندهم سكشن كامل لاسنس بالمسكرة اللي انتوا كنتوا بتحبوا، كل انواع المسكرة بتاعت اسنس اللي انتوا بتختلفوا عليها موجودة. الروجات بتحفة يعني، روج تحفة بتاع اسنس، ومش في اي مكان هتلاقوا المجموعة دي كاملة موجودة في جلوب كاملة. جولدن روز ده براند حلو قوي، براند ايطالي بس مهضوم حقه في مصر. في كل حاجة ممكن تتخيلوها، فاونديشن باودر عشادو روج كل حاجة بقى عليه خصم. كل الميك اب اللي بكلمكم عنه ده عليه سيل 20%. ايه كمان؟ ده سكشن بتاع سيبان، هوريه لكم دلوقتي. سيبان براند حلو قوي، بنات كتير قوي بتحبه لانه سعره رخيص مش غالي، وعنده كل حاجه هتلاقي عنده كل فيه كل حاجه، فيه روج فيه مانيكير، وشكل المانيكير حلو قوي ازاي، والمانيكير بتاعهم حلو مش وحش. عندهم روجات ماسكارا كل حاجه. ده سكشن كاتريس مليان بقى، اسعاره زي ما قلت لكم في متناول البنت اللي في الجامعه عايزه تشتري روج، عايزه كحل، عايزه ماسكاره، لسه جديده في الميك اب وبتتعلمي، فكل هتلاقي كل بصوا السكشن قد ايه. اعتقد ان ده اكبر سكشن لكاتريس في مصر. ميبيلين، والبنات اللي بتحب حاجات ميبيلين وفيت مي وكده، السكشن مليان برده زي ما انتم شايفين بكل درجاته بكل الوانه بكل اشكاله، عليه خصم 20%. كل السكاشن بتاعه الميك اب اللي بقول لكم عليها دي عليها سيل 20%. بورجوا حاجة برجوة طبعا تحفة. كله موجود. الفاونديشن ده تحفة يا جماعة، عايزة اقوله اهو، الفاونديشن ده حلو قوي. حاجة برجوة كلها موجودة، وروجات برجوة حلوة قوي برضو هتعجبكم. ده بقى المحبب للقلب سكشن لوريال. في الفاونديشن بتاع الفيلبر ده حلو قوي انا بحبه. في باودر تحفة، في ماسكارا وروجات وكل حاجة هتلاقوها موجودة. هقول لكم ايه تاني. نيجي بقى للمحبب لقلبي وقلبكم، ده البادي ماسك بتاع فيكتوريا سيكريت. عايزه اقول لكم ان انا الاسبوع اللي فات اشتريت وزعلت قوي، لان لقيت الواحده ب 450 جنيه وجبتها زي الهبله. انا جيت بقى في جلو لقيتهم الثلاثه عليهم خصم، الثلاثه ب 650 جنيه، واللي فوق دول الاصدار الجديد من فيكتوريا سيكريت عليه خصم 20%. عايزه اقول لكم ان هم تحفه، ولو عايزينهم بصوا اجروا بسرعه عشان بجد تلحقوهم. بصوا ده، ده قمر قوي فيه برونز، لو انت عروسه ممكن تجيبيه ترشي منه على جسمك كله، ريحه ولمعه وكل حاجه، حلو قوي برده. دول الجداد من فيكتوريا سيكريت عليهم خصم 20%، واللي تحت الثلاثه ب 650. هنيجي بقى للبارفانات. الناس اللي بتحب بقى البرفانات الشرقيه بقى، العود والعنبر ومش عارفه ايه والكلام من ده، دي برفانات حلوه واسعارها رخيصه ب 350 وب 450. وفي حاجه كمان عجبتني قوي للرجاله، ده برفان اديداس. الاثنين قلنا بكام؟ ب 299. ب 299 يعني واحده عليها اثنين ب 300 يا جماعه، يعني واحده اصلا هي ب 300 في مكانها. هتلاقوها هنا الاثنين ب 300 برضه، يعني واحده وعليها واحده. ايه كمان؟ تعالى بصوا بقى، انا هوريكم من هنا حاجات انا استخدمتها وكانت حلوه معايا. يعني اسكينول ده كان حد جايبولي من السعوديه، وهو تونر حلو قوي انا كنت بستخدمه، بس كنت بستخدم اللي بالخيار ده بالبابايا. حلو قوي 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 بجد، البنات اللي عندها كسور بينظف البشره وبيشيل الاتربه، حلو انا كنت بحبه وحبيته. ده اولد سبيس اللي كان هناك، اولد سبايس اللي كان هناك اللي كان منه شاور، ده ستيك منه.
ده ليديز بيدي ستيك انا كنت بستخدمه، حلو قوي. ده مستورد، الحاجات دي مستورده مش هتلاقوها في مصر، مستورده نادرا نادرا لو لقيتوها. انا كنت بستخدم ده وكان حلو قوي، ميديا بقى ودوب وكده ولونا. منتجات كلينان كير بحبها برده. كمان تعالوا هوريكم عليهم خصم قد ايه. عليهم خصم 20% برده. كمان دي ده البادي ميست بتاع باثم بودي وركس، الثلاثه ب 650. هم هناك في المحلات بتاعتهم ب 750 او ب 800، مش فاكره بصراحه كانوا بكام. هي الواحده ب 350، انا لسه شاريه اثنين خدت على قفايا. طيب اوكي، يعني الواحده ب 300 كانوا الاثنين ب 700، هم هنا الثلاثه ب 650 الثلاثه منهم. اي نوع بقى اي شكل هتختاريه الثلاثه، لان خدوا بالكم هناك بيبقوا محددين شكل معين مثلا تاخدي منه الثلاثه. فهم هنا اي ثلاثه ب 600. هم بيبقوا عاملين الباكج كمان، هم بيبقوا لفينها. بيبقى لفينها اللي هي خلاص هي محدده انك انت هي دي اللي عليها السيل. لا هنا اي ثلاثه ب 650 جنيه. وكمان وفوق برده اللوشن بتاع فيكتوريا سيكريت بكام؟ عليه سيل كام؟ ب 200 كام؟ 275. 275 بدل من 450. واو ده سعر تحفه. احلام كانت عجيب منهم يا جماعه. انا جبت اصلا جبتي من دي حلوه. ده حلو قوي. احلام جربت ده. هو بصي هم كلهم بصراحه انا كانت رفعتهم عجباني. وده تحفه برده. وده حلو قوي. هو هنا ب 275 ده اللي فيه الشمر. انا جايبه ده الاحلام جبته. ده تحفه. وهناك مش هناك ب 450 جنيه. واصلا كان هناك كان في حاجات ناقصه. يعني انا ده يعني انا هنا كل ده موجود عندهم كل حاجه بكل الاسعار. تعالوا هوريكم كمان سكشن تاني، اخر سكشن. سكشن نيفيا الرجالي ده انا كنت كولر مي نيفيا ده انا كنت بدور عليه اصلا وكنتش لاقيه في المستورد. ده في كل السبريهات دي موجوده، سبريهات كولر مي كلها موجوده. 20% عليها 20% وتي بارفانات بتاعتها كولر كالر مي بجد 20%. طيب روش اردل عليها 20% سيل. واو دي في كل ال بصوا يا جماعه اردل براند كويس وانا بحب الرموش بتاعته. وفي كل في كل المقاسات اللي انت ممكن ما تلاقيهاش. وفي اللي هم دول اللي بيبقوا الشعر فيه مش خدتوا بالكم. زوري 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 تحفه. واللزق كمان عليها 20%. والجلو بتاعهم كمان موجود. ده جلو الرموش بتاع اردل. انا دورت عليه كتير قوي، كنت بدور عليه ومش لاقياه. انا بجيب لقيناه مره واحده، لقيناه مره في مكان وما لقيتوش تاني، مش عارفه كان في صيدليه ولا ايه، ما لقيتوش تاني. فضلت ادور عليه. هشوفه لكم بكام عشان مش فاكره كتير. هو سعره 70 بعد الفصل، يبقى سعره 55. هو فعلا انا كنت جايبه 70 او ب 75 كمان. هو ب 55 جنيه. ناخد بقى 4-5. ناخد 4-5 للزبل. لا لا، واحد للعميل. واحد للعميل. طيب اخر حاجه هقول لكم عليها السكشن ده يا جماعه بجد والله العظيم استفيدوا بيه. بكلمكم بامانه، يعني مش مهم شكل العلبه لان هي مش هتفرق معاكي في شيء. انت تاخدي البارفان وتجري وتخلعي بجد، لان يعني نص سعرها بنص السعر عشان خاطر بس شكل العلبه. يعني اعتقد انك هترمي العلبه، فانت بقى تيجي تاخديه. البارفانات دي كلها اصليه، برفانات اصليه يا جماعه، زيها زي اللي في العلبه بالظبط بالظبط بالظبط، انا باكد عليكم. انا هاخد بقى شويه وانا ماشيه لان يعني مش مصدقه بجد. اخر حاجه هقولها لكم ان جلو في مصر الجديده. فين في مصر الجديده؟ عند مترو بتاع كليه البنات. هتخرجي من المحطه هتلاقي جلو على يمينك، على يمينك ولا شمالك؟ على شمالك، على يمينك. المهم انك انت هتخرجي هتلاقيه في وشك على الشمال. على الشمال. عاملين ايه كمان؟ كل الخصومات دي مستمره معاكم لحد البلاك فرايداي، وهيبقى في كمان مفاجات اكتر هتشوفوها. تابعوا بس البيج بتاعتهم والانستجرام، هسيب لكم اللينكات لو عايزين بقى، لو انتم من بعيد بقى مش من مصر الجديده. كمان هم عاملين زي ما قلت لكم خدمه حلوه قوي، انك انت ممكن لو مش من مصر الجديده او مش من محيط المكان او المكان بعيد عليكي، فانت ممكن تطلبي اونلاين. هسيب لهم رساله على الانستجرام او على الفيسبوك، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم فوق. تطلبوا بس وانتم جايين قولوا لهم ان انتم من عندي وهم هيظبطوا لكم الدنيا وبس.